السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المتابعين القناة والمتابعين، أهلا بحضراتكم. النهاردة هنتكلم عن كيفية إصلاح ريموت تلفزيون أو ريموت شاشة، أو ده طبعا مع المرور الوقت في أزرار ممكن ما تشتغلش، يعني ممكن نختبر ده قدام حضراتكم. ده احنا صممناها، دي عدسة ريسيفر قديمة صممناها بحيث تشتغل كاختبار أو تستر للريموت، صممناها في فيديو سابق، هسيب رابط الفيديو لحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين ده شغال، الزر ده مش شغال، الزر ده مش شغال، ده شغال برضو معانا. زرار الانتر مش شغال، والاتجاهات برضو مش شغالة، والاكزيت وزر القائمة، يعني الكتلة دي مش شغالة، ومعانا كتم الصوت وزر رقم واحد، دول اللي هم مش شغالين معانا. طبعا مع مرور الوقت ممكن يكون في اتربة دخلت فيه، او المادة الكربونية اللي هي بتوصل عند الضغط بتكون تلفت. اول حاجة نخرج البطاريات، هنمسح البوردة الخاصة بالريموت بحيث نتأكد ان مفيهاش اي تربة. زي ما حضراتكم شايفين دي الكتلة اللي احنا قلنا عليها تلفة، اللي هي دي. هنجيب ورق الومنيوم، ده بيبقى موجود في كل مطبخ، وهنشوف المسافة اللي احنا هنحتاجها. ممكن برضه نستخدم الورق الموجود في علب السجاير، برضه ده يصلح. نجيب سوبر جلو لحام، هنضغط على ورق الألومنيوم بحيث يثبت، بعد كده نفرغ بحيث القطعة الزايدة نستغنى عنها من ورق الألومنيوم. بعد ما نتم التفريغ هنركب الريموت مرة ثانية. هركب الحجارة، هنختبر الريموت. طبعا ده كان شغال، الكتم الصوت اشتغل، رقم واحد اشتغل معانا، الانتر المجموعة اللي في الاوسط ده هي اشتغل، اعلى يمين شمال اسفل اكزيت القائمة. وبكده انتهينا من تصليح الريموت، يعتبر كان في مجموعة من الزراير الخاصة بيه كانت متوقفة عن العمل. شكرا متابعين قناة المبدعين، أتمنى تكونوا استفدتم معنا. الرجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.